السلام عليكم، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وتكونوا كدوزوا أوقات ممتعة وعطلة سعيدة للجميع. اليوم غادي نقدم لكم حلوة تركية رائعة جدا، كتجي مشربة يعني السيرو ديالها كتجي تقريبا بحال البسبوسة. كنصاوبتها شحال هادي ولكن ما كتب شي نبارطاجيها معكم. كنتمنى ان شاء الله تجربوها لأنها سهلة سهلة بزاف، ونقدروا نوجدوها لضيوفنا يعني حتى لآخر ساعة. بالنسبه للمقادير كنحتاجوا 300 غرام ديال الدقيق الابيض، نصف كاس ديال زيت المائده، كاس ديال العنبه او ما يعادل 80 مليلتر او غرام، ياغورت طبيعي، جوج ديال البيضات، قشور او بشور الحامض، وخميره كيماويه ديال 7 غرام. اول حاجه غنوجدوا السيرو باش غادي نسقيو الحلوه ديالنا. غادي نديروا جوج كيسان كبار ديال السكر سنيده، ماشي كاس العنبه ولكن كيسان كبار، ثم جوج كيسان ديال الماء او جوج كيسان ونص اللي بغيتو. كنخلطوا مزيان، كنديروا الكل فوق النار، كنضيفوا له قطرات من الحامض باش يتنسم لينا، غير كيغلى لينا يعني غير كتطلع الغليه كنخليوه جانبا. فواحد الاناء غادي نديروا الزيت، ثم الياغورت وبشور او قشور ديال الحامض، كيمكن لكم ديروا قشور البرتقال او الفاني على حسب الذوق ديالكم. كنحركوا بواحد الدراب يدوي كيف ما كتشوفوا معايا، كنضيفوا البيض وحده وحده. بالنسبه للبيض انا دائما كنديروه فواحد يعني فواحد زلافه صغيره، عاد كنبقى نضيفو باش كنخاف عندك شي مرات تكون البيضه فاسده ولا شي حاجه وتضيع لي يعني الخليط كامل. كنضيف الخميره الكيماويه اللي قلت لكم فيها 7 غرام، ثم الدقيق. انا هنا خدا ليا 300 غرام بالضبط، نتوما على حسب يعني الكبر ديال البيض، يمكن ديروا اقل يمكن ديروا اكثر، دونك نتوما على حسب عينكم ميزانكم. انا قلت لكم 300 غرام بالضبط، يعني دابا غادي نكمل بيدين وغادي نبقى كنشوف العجينه خاصها تكون ما كتلصقش في اليدين وانما رطبه وخفيفه خفيفه. غير كتجمع لينا العجينه بحال هكذا، كنحطوها على طاوله العمل، كنديوها شويه بحال هكا باليدين ديالنا وكنقسموها على جوج، يعني على جوج اجزاء يكونوا متساويين، كنحتفظوا بها جانبا. كنبداو بالحربول الاول، يعني كنحاولوا نشكلوا حربول طويل. الى بانت لكم ان العجين كيلتصق في اليدين نوعا ما، فكيمكن لكم ديروا شويه ديال الزيت في اليدين ديالكم. كنقطعوا قطع صغيره بهذا الشكل، يعني يكون فيهم واحد سنتيم على قد الصبع ديالنا. هاد الحليوات قد ما كانوا صغارين صغار يعني اسمحوا لي كيكونوا زوينين، لان كيزيدوا يتنفخوا في الثياب وكيتنفخوا ملي كنسقيوهم بالسيغو. دابا تشوفوا هاد الشيء معايا، من بعد كنحاولوا نشكلوهم على هذا الشكل هذا، يعني ما نخدموهمش بزاف في اليدين ديالنا غير القليل باش نعوضوهم. كنجمعوا لهم الجوانب بهذا الشكل، كنكملوا مع الحلوه اللي بقات لينا. وكنرجعوا للحربول الاخر حتى هو اللي بقى، ثم كنوجدوا واحد الزلافه فيها السميد الرقيق او اسمحوا لي السميد الغليظ او المتوسط، وكنفندوا فيها الحليوه ديالنا بهذا الشكل هذا. كنحطوها على صينيه مدهونه بالزيت، كيف ما قلت لكم كنفندوا الحليوات ديالنا في السميد الغليظ او السميد المتوسط. كنكملوا مع الحلوه المتبقيه، والفران ديالنا كيكون مسخن من قبل على 180 درجه. دونك غادي نكمل الحربول الاخر اللي بقى ليا، وغادي ندخلهم يطيبوا لمده ديال 15 دقيقه حتى كيرجع اللون ديالهم ذهبي نوعا ما بهذا الشكل هذا. غير كنخرجوهم كنجبدوا القطر ديالنا ولا السيرو ديالنا اللي وجدناه، وكنسقيو الحلوه ديالنا. غادي يبان لكم ان الماء كثير او السيرو كثير، فما تخافوش لانه هكذا كيكون. هاد الحلوه هذه غادي تشرب لينا داك الماء كامل
اللي كاين، يعني ما تخاف والو، هذه مجرباها ومعوداها ومعوداها، هكذا كتكون. دونك غادي نغطيو الحلوه ديالنا وغادي نديروها في واحد المكان اللي هو سخن، مثلا الفرن ولا شي بلاصه سخونه، لمده ديال 15 دقيقه او 20 دقيقه، وكنقلبوها وكنعاودو نغطيوها مره ثانيه. من بعد فاش كنجبدوها كنلقاوها انها تشربت تقريبا الكميه تقريبا كامله ديال السيرو. انا هنا درتها في الليل وخليتها مغطيه حتى الصباح، كيف ما كتشوفوا معايا تنفخت الحلوه والماء ما بقاش نهائيا. كنزينوها باش ما بغينا، كيف ما كتشوفوا معايا الحلوه كتجي متشربه مزيان وكتجي فازقه وكتجي غزاله، كنتمنى تجربوها. كنزينوها بالبندق او لا باللوز كيف ما كتشوفوا معايا، وكنقدموها بالصحه والراحه. الى عجبتكم الفيديو ديال اليوم ما تنساوش ديروا جيم وتبارطاجيوها مع احبابكم واصحابكم، والى الفيديو اللاحق لان عندي بزاف ما نعطي لكم ان شاء الله. تبقوا على خير.